هاتان السفينتان الصالحي والناصري من كاسحات الألغام، تم شراؤهما من البحرية الهولندية عام 1974، وتم ترميمهما وإعادة تأهيلهما للعمل كزوارق دوريات مدارية لتتناسب مع الطقس الحار. سميت نسبة إلى السفن التي حررت مومباسا تزن 417 طن، وطولها 45 متراً، وبها 3 مدافع بوفورز، وطاقمها 5 ضباط و29 بحاراً. صدر قرار تشكيل كتيبة مشاة رابعة في قوات السلطان المسلحة في إبريل عام 1970 في عهد السلطان سعيد بن تيمور، فبدأت أول سرية تدريباتها في بدبد، فيما بدأت السرية 2 تدريباتها في عبري. وفي 29 من يوليو لعام 1970 تشكلت الكتيبة رسميا، وقد بدأت أول عملياتها في عام 1971 بمسندم لتطويق بعض العناصر. وهذه صورة لعدد من ضباط الصف في قوات السلطان المسلحة في أواخر الستينات، ويظهر فيها مجندو من وحدة حرس حامية مسقط وجندرمة عمان وكتيبة مسقط وكتيبة الحدود الشمالية وكتيبة الصحراء ومن وحدة الدورية الساحلية وقوة سلطان عمان الجوية والقيادة. أما هاتين الصورتين تعودان لصاحب السمو السيد طلال بن طارق بن تيمور آل سعيد، وهو من الأوائل الطيارين العسكريين العمانيين الخريجين، وهو يقود هنا الطائرة العسكرية المقاتلة من نوع هوك هينتر بريطانية الصنع، علما أنه تم التقاط هاتين الصورتين المذكورتين في بداية عام 1972. وهذا قانون التجنيد الذي أصدره السلطان تيمور عام 1916 يوضح حقوق وواجبات المجندين، ومنها منحه ثياب خضرنجي العسكرية مرتين وحذائين في العام، ومنحه إعاشة له ولأهله العاجزين عن العمل وبعد وفاته كذلك، وزيادة في معاشه في حالة سفره عن مركز خدمته، وعقوبته في حالة هربه بالسجن أو النفي أو القتل. قبل عام 1970 وجدت شرطة العاصمة التي تغير مسماها إلى شرطة مسقط لها مركزان في مسقط ومطرح، وعند تولي جلالة السلطان الحكم تطورت قوة الشرطة لتصل إلى 32 عسكرياً و36 مدنياً تتبع دائرة الدفاع. وفي 1 يناير عام 1972 أصدر جلالته أمره بتكوين قوة شرطة عمان، وفي عام 1974 تغيرت لشرطة عمان السلطانية. في عام 1976 انخرطت المرأة العمانية في سلاح سلطان عمان الجوي، وذلك بعد أن تلقت التدريبات في قوة مجندات القوات المسلحة العمانية عام 1975، حيث اقتصر تجنيدهن بداية كمضيفات جويات وفي أمن المطار بقاعدة السيب الجوية، ثم لتتسع مهامها في الشرطة العسكرية والملاحة الجوية والحركة الجوية. في عام 1960 تأسست وحدة الدورية الساحلية كجزء من جندرمة عمان. وفي عام 1968 اهتم السلطان سعيد بن تيمور بإعداد دراسة لتطوير البحرية بالاعتماد على الخبرة البريطانية، وكانت البداية في عام 1971 بتوجيهات جلالة السلطان قابوس بإعداد برنامج شامل لتطوير بحرية السلطان عمان. هذه الصورة للواء الركن متقاعد حسن إحسان نصيب، لقب بفتى حبروت بسبب ما أبداه من شجاعة ورباطة جيش في تخليص القوى الموجودة في قلعة حبروت عام 1972 من نيران ورشاشات وأسلحة العدو، وعد أول ضابط عماني يتولى قيادة كتيبة التدريب برتبة مقدم عام 1976، وأول ضابط عماني حي يتسلم ميدالية البسالة السلطانية. اليخت السلطاني آل سعيد يعد أول سفينة حديثة دخلت الخدمة عام 1971، يبلغ طولها 61.7 متر وعرضها 10.7 متر وسرعتها القصوى 18 عقدة. تم صناعتها في عهد السلطان سعيد بن تيمور، قامت بمهام عملياتية ودوريات ساحلية بين مسندم وظفار، أضيف لها سطح لهبوط الطائرة العمودية عام 1975. وفي الختام علق أوريوس:
عمان دولة كبيرة وعظيمة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، من محاربة البرتغاليين والبريطانيين والفرس والهنود في بحر العرب، والإمبراطورية العمانية التي نشرت الإسلام في زنجبار وموزمبيق وجنوب شرق أفريقيا وعاصمتها زنجبار، وكانت تمتد إلى باكستان وشرق إيران،